بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على هديه ونهجه وأحيا سنته بإحسان إلى يوم الدين. عود على بدء، نعود إلى ما كنا فيه قبل قليل. كنا نتكلم عن الإعراب، تكلمنا عن علامات الإعراب الأصلية، وتكلمنا عن على علامات الإعراب الفرعية. تكلمنا عن علامة الرفع الأصلية وهي الضمة، وتكلمنا عن ما ينوب عن الضمة وهي الألف والواو وثبوت النون. تكلمنا عن علامة الإعراب الأصلية الفتحة وما ينوب عنها، فالفتحة ينوب عنها الياء والألف والكسرة وحذف النون. تكلمنا عن الكسرة وينوب عنها الفتحة والياء. تكلمنا عن السكون وينوب عنه أو ينوب عنها، عن هذه العلامة يعني، حذف النون وحذف حرف العلف. الآن نريد أن نتكلم بشيء من التوسع ولكن بإيجاز أيضا عن ما يعرب بالحركات، ما يعرب بالحركات. ولذلك لا بد أن نبقي هذه السبورة معنا، لا بد أن تبقى هذه السبورة معنا لنعود إليها ونعرب ما فيها. طيب دعونا ننتقل إلى السبورة. أول ما يعرب بالحركات بالحروف نيابة عن الحركات هو المثنى. أول ما يعرب بالحروف نيابة عن الحركات هو المثنى. فالمثنى يرفع وعلامة رفعه الألف، وينصب ويجر وعلامة نصبه وعلامة جره الياء. لكن السؤال أستاذ، ما المثنى؟ ما المثنى؟ ما المثنى؟ هل من مجيب؟ سريعا. طيب المثنى هو ما دل على اثنين طالبان أو اثنتين طالبتان بزيادة ألف ونون على صورة المفرد. ما معنى ذلك؟ طالب، إذا حذفنا الألف والنون سنرجع إلى صورة المفرد، طالب آن طالب بين. إذن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، والشرط المهم فيه أنه قابل للتجريد، قابل للتجريد. ما معنى أنه قابل للتجريد؟ يعني أنني إذا حذفت منه علامة التثنية عدت إلى صورة المفرد الصحيحة. طيب جميل، إذا كان المثنى كذا، لكن هناك كلمات تعرب إعراب المثنى ولكنها غير قابلة للتجريد. كيف أستاذ؟ تعال تعال، سأزيد هنا كلمة اثنان. اثنتان. كلا. كلتا. هذه أربع كلمات، هذه أربع كلمات تعرب إعراب المثنى، تعرب إعراب المثنى. لكنها لا تقبل التجريد، لأنني إذا حذفت الألف والنون من كلمة اثنان، اثن ما معنى اثن؟ اثنتان. اثن اثنت ما معنى اثنت؟ كلا ليس فيها نون، كلتا ليس فيها نون. وكذلك إذا حذفت الألف من كلا أو من كلتا لا يدل على المفرد.
فهذه الكلمات الأربعة، هذه الكلمات الأربعة ملحقة بالمثنى. ما معنى ملحقة بالمثنى؟ يعني تعرب إعراب المثنى وهي ليست مثنى. لماذا ليست مثنى؟ لا ينطبق عليها شرط إعراب المثنى. ما إعراب المثنى أو ما شرط المثنى؟ زيادة الألف والنون وقابليته للتجريد، قابليته للتجريد. هذه الكلمات ليست قابلة للتجريد، كلا وكلتا ليس فيهما النون. طيب جميل، لكن هناك فرق بين هاتين المجموعتين، مجموعتين نعم، كلا وكلتا مجموعة واثنان واثنتان مجموعة. اثنان واثنتان ملحقتان بالمثنى دائما، تعربان إعراب المثنى دائما. نعم، كلا وكلتا تعربان إعراب المثنى بشرط أن يكون بعدهما مضاف إليه ضميرا، أن يكون المضاف إليه بعدهما ضميرا. كلاهما، كلاكما، كلتاهما، كلتاكما، كلانا، كلتانا. فنقول جاء كلانا أو كلاكما، ورأيت كليكما، وسررت من كليك، من كليكما. جميل. طيب إذا أضيفت هاتان الكلمتان إلى اسم ظاهر، إذا أضيفت هاتان الكلمتان إلى إلى اسم ظاهر، نعم، كلا الرجلين، كلتا الجنتين، لا تعرب إعراب المثنى، وإنما تعرب بإعراب مقدر على بإعراب مقدر على الألف. جاء كلا الصديقين، كلا فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. رأيت كلا الصديقين، سلمت على كلا الصديقين. إذن إذا أضيفت كلا وكلتا إلى اسم ظاهر لزمت الألف، يعني دائما تكون مع الألف، وأعربت بإعراب بإعراب مقدر، بإعراب مقدر. طيب جميل، إذن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون قابل للتجريد، ويلحق بالمثنى اثنان واثنتان وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى ضمير. انتهى الكلام عن المثنى. طيب دعونا ننتقل إلى جمع المذكر السالم، وهذا الثاني مما يعرب بالحروف نيابة عن الحركات. نعم جميل، جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين، ليس واثنتين، لا، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون قابل للتجريد. نفس الكلام، ما دل على أكثر من اثنين، ليس اثنتين، المثنى يدل على المذكر والمؤنث، جمع المذكر السالم لا يدل إلا على المذكر. ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون طالبون أو ياء ونون طالبين قابل للتجريد، أن نحذف منه الواو والنون أو الياء والنون. طيب، مرفوع علامة رفع الواو، منصوب علامة نصب الياء، مجرور علامة جره الياء أيضا. لكن هناك بعض الكلمات كذلك تلحق بجمع المذكر السالم. مثل ماذا أستاذ؟ تعال، مثل كلمة ألو، مثل كلمة عالمون، مثل ألفاظ العقود.
أولو، أولو الألباب، أولو بمعنى أصحاب، أولو بمعنى أصحاب. جاء أولو الألباب ورأيت أولي الألباب وسررت من أولي الألباب. عالمون، عالمون جمع عالم، كذلك هذا ملحق بجمع المذكر الثاني. ألفاظ العقود، ألفاظ العقود هي من 20 إلى 90، يعني 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90. هذه اسمها ألفاظ العقود، من 20 إلى 90، وهذه الألفاظ ملحقة بجمع المذكر السالم. أستاذ، لماذا ملحقة بجمع المذكر السالم؟ هذا سؤال مهم. جمع المذكر السالم له شروط، ليس كل اسم يمكن أن يجمع على صيغة جمع المذكر السالم. ما يجمع على جمع المذكر السالم إما أن يكون علما أو صفة لمذكر عاقل، لمذكر عاقل، لمذكر وعاقل. إذا غير العاقل، غير العاقل لا يجمع، لا يجمع جمع المذكر السالم. طب وعالمون جمع عالم، عالم هذا غير عاقل، ولكن جمع، جمع جمعا سالما، الحمد لله رب العالمين. عالمين جمع عالم. طيب 20 غير عاقل كذلك، اسم العدد هذا. إذن هذا لا تنطبق عليه شروط جمع المذكر السالم، ومع ذلك جمع، جمع على صورة جمع المذكر السالم، فألحق بجمع المذكر السالم، يعني يرفع علامة رفع الواو وينصب ويجر علامة نصبه وجره الياء. ليس قابلا للتجريد. قل، ما معنى قل؟ إذا حذفنا الواو، إذا حذفنا الواو ما معنى قل؟ لا معنى لها. إذن هذه الألفاظ ملحقة بجمع المذكر السالم وليست من جمع المذكر السالم. فأقول جاء أولو الألباب، جاء فعل ماض مبني على الفتح، أولو فاعل مرفوع علامة رفع الواو، لماذا؟ لأنه لا ملحق بجمع المذكر السالم، ليس لأنه جمع مذكر، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذه 20 أو هؤلاء 20 طالبا. هؤلاء مبتدأ اسم إشارة مبني على الكسر في محل، في محل الرفع مبتدأ، طبعا الهاء للتنبيه، ها وأولئك اسم الإشارة مبني على الكسر في محل الرفع مبتدأ، 20 خبر مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه، ها لأنه، نعم صح، ملحق بجمع المذكر السالم، ليس لأنه جمع مذكر، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. رجلا أو طالبا، هذا تمييز. وصلت الفكرة؟ طيب دعونا ننتقل فيما يعرب كذلك بالحروف نيابة عن الحركات. الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة، ما الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة، ها من يساعدني؟ ما الأسماء الخمسة؟ نعم صح، أب، أخ، حم، فم، بقيت واحدة، ها ذو، أب، أخ، حم، فم، ذو. جميل، أب، أخ، حم، فم، ذو. أب، أخ معروف، حم أبو الزوج بالنسبة للزوجة، فم، فم، ذو بمعنى صاحب. طيب نكتب جيد الأسماء الخمسة
هي أب أخ حم فم ذو. طيب جميل، أب أخ حم فم ذو. هذه الأسماء الخمسة، هذه أسماء لابد لها من شروط لكي تعرب هذا الإعراب. أي إعراب؟ نحن قلنا قبل قليل إن الأسماء الخمسة ترفع علامة رفع الواو، وتنصب علامة نصب الألف، وتجر علامة الجر الياء، ترفع علامة رفع الواو، وتنصب علامة النصب الألف، وتجر علامة الجر الياء. طيب جميل، لكي تعرب هذا الإعراب لا بد من شروط. واحد، شرط الأول، نكتب واحد، أن تكون مفردة. مفردة يعني أن تبقى بصيغة المفرد، أب ليست مثناة، أبوان أخوان. أن تكون مكبرة، ما معنى مكبرة؟ يعني تبقى على صورتها لا تصغر، لا نقول في أب أبي وفي أخ أخي، لا لا نصغر. أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة لغيره، أي المتكلم، يعني أن يكون بعدها مضاف إليه، لكن لا يكون هذا المضاف إليه يا المتكلم أبي وأخي، لا، لكن أبوك أخوك أبوه أبوها أبو هريرة أبو بكر، ممكن أن يكون بعدها مضاف إليه، لكن لا يكون هذا المضاف إليه يا المتكلم، لا يكون المضاف إليه يا المتكلم. أبي أخي، لماذا؟ هذا سيعرب إعرابا تقديريا، هذا سيعرب إعرابا تقديريا. طيب هذه ثلاثة شروط. نعم، هذه الشروط العامة، تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. طيب، وهناك شرط خاص بكلمة فم، ما هو؟ أن تحذف منها الميم. ما معنى ذلك؟ أن تقول فوكا ليس فمو، لا، احذف الميم، كما قال ابن مالك والفام حيث الميم منه بان، يعني حيث حذفت منه الميم. إذا تحذف الميم من كلمة فم. طب إذا بقيت الميم أعرب بالحركات، هذا فم طيب، وسمعت فما طيبا، ونظرت إلى فم طيب، تعرب بالحركات لا تعرب بالحروف. لكي تعرب بالحروف لابد من حذف الميم. فوك ينطق بالحق، إن فاك لا ينطق إلا بالحق، لا يخرج من فيك إلا الصدق. إذن شرط خاص بكلمة فم أن تحذف منه الميم. طيب، وشرط خاص أيضا بكلمة ذو، أن تكون ذو بمعنى صاحب. ما معنى أن تكون بمعنى صاحب؟ يعني أقول ذو علم، ذو أدب، ذو خلق، بمعنى ذو صاحب علم، صاحب أدب، صاحب خلق. أستاذ، وهل تكون ذو بمعنى آخر؟ نعم، قد تكون. ما معنى قد تكون؟ قد تكون ذو بمعنى آخر، لا تكون بمعنى صاحب. كيف هذا؟ قد تكون ذو بمعنى الاسم الموصول. بنو عقيل من لغة من العرب يستخدمون كلمة ذو بمعنى صاحب، فيقولون جاء ذو نجح، وذو نجحت، وذو نجحا، وذو نجحتا، وذو نجحوا، وذو نجحنا، فيستخدمون كلمة ذو بمعنى من الموصولة. فهي عندهم موصولة، لكن ذو الموصولة مبنية على هذا الشكل، ذو جاء ذو، ورأيت ذو، ومررت بذو. لكن ذو التي معنى، التي من الأسماء الخمسة، بمعنى صاحب،
وتعرب بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا. جاء ذو العلم ورأيت ذا العلم وسلمت على ذي العلم. جاء ذو العلم، رأيت ذا العلم، سلمت على ذي العلم، وهكذا. إذن خلاصة الكلام، الأسماء الخمسة هي أب أخ حم فم ذو. هذه الأسماء ترفع والواو علامة الرفع، وتنصب والألف علامة النصب، وتجر والياء علامة الجر. لها شروط عامة، وهي أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم. والفم لها شرط خاص أن تحذف منه الميم، وذو لها شرط خاص أن تكون بمعنى صاحب. انتهى الكلام. انتهى الكلام. طيب جميل، ننتقل الآن من الأسماء الخمسة إلى الأمثلة الخمسة. أستاذ، كل الناس يقولون الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة. لا، الأمثلة الخمسة. لماذا الأمثلة الخمسة؟ طيب تعال، كنا نتكلم قبل قليل عن الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة، ما الأسماء الخمسة؟ أب أخ حم فم ذو، صح؟ كم اسما؟ خمسة أسماء. طيب جميل، الأفعال، سأستخدم تسميتك، الأفعال الخمسة. نعم، الأفعال الخمسة، ما الأفعال الخمسة؟ هل هي خمسة أفعال؟ لا، الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. مرة أخرى، الأفعال الخمسة كما تقول كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. كل فعل مضارع؟ نعم، كل فعل مضارع. يعني يكتبون يكتبان تكتبين، يذهبون يذهبان تذهبين، ينامون تنامان تنامين. هل هي خمسة أفعال؟ لا، ليست خمسة أفعال. طيب الأوزان الخمسة، ليست أوزانا، هذه يأتي من الثلاثي ومن الرباعي ومن الخماسي ومن السداسي. يأكلون ويشربون من الثلاثي، يكرمون ويعلمون من الرباعي، يتقدمون وينطلقون من الخماسي، يستغفرون ويطمئنون من السداسي. إذن ليست أوزانا، إذن هي ليست خمسة أفعال وليست خمسة أوزان، وإنما هي خمسة أمثلة أو خمس صيغ. خمس صيغ، صيغة يعني شكل. ما هي؟ كل فعل مضارع مع واو الجماعة أو ياء أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. طيب قلنا خمسة، لماذا لها خمس صيغ؟ لأن واو الجماعة إما أن تكون للغائب يكتبون، وإما أن تكون للمخاطب تكتبون. المثنى ألف الاثنين إما أن يكون للغائب يكتبان، وإما أن يكون للمخاطب تكتبان. ياء المخاطبة لا تكون إلا للمخاطب، لا تكون للغائب، تكتبين. فهي خمسة أشكال، خمس صيغ، خمسة أشكال، خمسة أمثلة. إذن الصحيح أن نقول الأمثلة الخمسة وليس الأفعال الخمسة. طيب جميل، بعد أن فهمنا هذا تعال نرجع مرة أخرى. الأمثلة الخمسة ترفع وعلامة الرفع ثبوت النون، وتنصب وتجزم، وعلامة النصب وعلامة الجزم حذف النون. نعم، انتهى الكلام. هل لها شروط؟ لا، ليس لها شروط.
أي شروط؟ ليس فيها أي شروط. الأمثلة الخمسة: كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة ترفع هذه الأمثلة، وثبوت النون علامة الرفع، وتنصب وتجزم، وحذف النون علامة على الجزم والنصب. طيب، وصلت الفكرة؟ نعم. جميل، هل من سؤال في هذا؟ طيب، دعونا ننتقل إلى شيء آخر، وهو جمع المؤنث السالم. أستاذ، جمع المؤنث لا يعرب بالحروف وإنما يعرب بالحركات. نعم، لكن أيضا فيه بعض النيابة، كيف فيه بعض النيابة؟ تعال لنعرف. جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين، ليس اثنين، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء قابل للتجريد. نفس الكلام. طيب، طالبات، مرفوع على مضارع الضمة، طالباتي منصوب على نصب الكسرة، طالباتي مجرور على متجر الكسرة. إذن جمع المؤنث السالم يرفع والضمة علامة الرفع وينصب ويجر والكسرة علامة النصب والجر. لا، انتهى الكلام. ما شرطه؟ أن يدل على أكثر من اثنتين وبزيادة ألف وتاء. صحيح. طيب، هناك بعض الكلمات التي تلحق بجمع المؤنث السالم، مثل ماذا؟ مثل أولات، بمعنى صاحبات، وإن كن أولات حمل. طيب، أذرعات اسم قرية، سادات علم على شخص، عنايات علم على شخص، سادات علم على رجل وأحيانا على امرأة، وعنايات علم على امرأة. هذا ليس جمعا، لا يدل على الجمع، وإنما يعامل معاملة جمع المؤنث السالم، واضح؟ طيب، جميل. ماذا بقي لنا؟ بقي لنا الممنوع من الصرف. طيب، الممنوع من الصرف. قبل أن أتكلم عن الممنوع من الصرف، لابد أن أسأل ما معنى كلمة الصرف؟ ولابد أن نفرق بين شيئين مهمين أيضا، لابد أن نفرق بين المصطلحات في علم النحو والمصطلحات في علم الصرف. الصرف هذا علم خاص، لكن الآن نحن تكلمنا عن علم الصرف في الفصل الدراسي الماضي، لكن الآن نحن نتكلم عن علم عن علم النحو. فما معنى كلمة الصرف في علم النحو؟ ما معنى كلمة الصرف في علم النحو؟ هذا نحتاج له أن نقوم مرة أخرى. تعال عبد الرحمن. الصرف. تعال عبد الرحمن إلى هنا. الكلمات في اللغة العربية أو الأسماء في اللغة العربية إما أن تكون متمكنة أو غير متمكنة. ما معنى متمكنة وما معنى غير متمكنة؟ متمكن يعني قوي في اسميته، اسم أصلي تماما. لذلك المتمكن من الأسماء هو المعرب،
وغير المتمكن هو المبني. ان شاء الله سنتكلم عنه في اللقاء القادم ان شاء الله. طيب جميل، المعرب والمبني. المعرب هذا انتهى الكلام. المعرب هذا اما ان يكون قوي التمكن فنسميه متمكنا امكن، واما ان يكون متمكنا غير امكن. متمكنا امكن يعني متصرف، منصرف. منصرف ما معنى منصرف؟ يعني منون. منون يعني بالتنوين، يعني يدخله التنوين. المنون ما يدخله التنوين، كتاب، رجل، عالم. وغير المنون هو الممنوع من الصرف او الممنوع من التنوين او غير المنصرف او غير المنون. اريدك ان تركز في هذه الصورة، اريدك ان تركز في هذه الصورة. الكلام الذي سنقوله في هذا الدرس مهم. الاسماء اما متمكنة واما غير متمكنة. المتمكن هو المعرف، مثل كلمة خالد او مصر، معرف. جاء خالد ورأيت خالدا ومررت بخالد. هذه مصر، ادخلوا مصر، مررت بمصر. جميل، معرب يتغير. المبني هذا، ذه، الذي، التي، لا يتغير. طيب هذا انتهينا منه. المعرب منصرف يعني منون، خالد، دن، دن. منون منصرف يعني انه متمكن في الاسمية جدا، اسم اصلي. اخذ الاسمية كابرا عن كابر، ورثها عن اجداده. اما هذا ففيه اشكال. ما معنى فيه اشكال؟ هو اسم وقوي في الاسمية، لكن حدثت فيه بعض المشاكل، اما بالزيادة واما بالنقص واما بالتغيير. مصر لا ننون، احمد لا ننون، رمضان لا ننون. لماذا؟ لان عنده مشكلة، لان عنده مشكلة. اذا قبل ان نتكلم عن الممنوع من الصرف لابد ان نفهم ان الممنوع من الصرف هو اسم عنده مشكلة، اسم متمكن في الاسمية لكن يعاني من مشكلة منعته من الصرف، يعني منعته من التنوين. وصلت الفكرة؟ طيب دعونا نرجع الى الممنوع من الصرف. دعونا نرجع الى الممنوع من الصرف. بعد ان بينا هذا لابد ان نعرف سبب المنع من الصرف. الممنوع من الصرف لابد ان تكون فيه علة قوية تمنعه من الصرف، أو تكون فيه علتان ضعيفتان تمنعانه من الصرف. العلتان مجتمعتان تمنعانه من الصرف. طيب تعال، الممنوع من الصرف لعلة واحدة، علة واحدة قوية تمنع الكلمة من الصرف. لا ينون هذا الاسم، لا تنون هذه الكلمة بهذه العلة. ما هذه؟
المنتهي بألف التأنيث الممدودة. الممدودة، نعم. صحراء نجلاء علياء. جيد. كل الأسماء التي تنتهي بألف التأنيث، التأنيث الممدودة. ما معنى الممدودة؟ يعني ألف وهمزة زيدت على الكلمة للتأنيث. أنجل نجلاء، النجل هو اتساع العينين وجمال العينين، فرجل أنجل وامرأة نجلاء، رجل أعلى وامرأة علياء، رجل أشيم وامرأة شيماء. نعم، شيماء علياء نجلاء للتأنيث، صحراء للتأنيث كذلك. طيب جميل، معذرة. يلحق بهذا الشكل وزنان، وزن فعلاء ووزن أفعلاء. فعلاء وأفعلاء. علماء وأتقياء. تذكر دائما قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء أفعلاء، على الكفار رحماء فعلاء. إذن أشداء أصلها أشدداء أفعلاء، رحماء فعلاء، هذان الوزنان وما شابههما من أوزان جمع التكسير، الهمزة والألف فيهما ليست للتأنيث. علماء وأتقياء ليست للتأنيث. علماء جمع عالم، أتقياء جمع تقي. جمع التكسير المنتهي بألف وهمزة يلحق به الممنوع من الصرف لعلة واحدة. وصلت الفكرة؟ طيب جميل. السبب الثاني للمنع من الصرف لعلة واحدة المنتهي بألف التأنيث المقصورة. مثال: ليلى، رضوى، سلوى، عليا، دنيا. طبعا انا اقصد ليلى ورضوى وسلمى وسلوى، لا اقصد بها الاعلام، ولكن اقصد الكلمة في ذاتها. ليلى من الليل، ورضوى من الرضا، وسلوى من السلوان، وعليا من العلو، ودنيا من الدنو، وهكذا. لا اقصد ان تكون علما يعني. طيب، فان كانت علما فهذا زيادة. طيب، هل هناك شيء اخر؟ نعم. إذن سببان الآن: ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث ألف التأنيث المقصورة، وصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع ما معنى هذا؟ صيغة منتهى الجموع ما معنى هذا؟ ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ طيب أنا سأقول لك: كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. تعال. مدارس. هذه الألف اسمها ألف جمع التكسير. رس، راء وسين حرفان.
معاهد، نفس الكلام. مكاتب، مساجد. طيب مصابيح، ابيح، ثلاثة احرف بعد الف جمع التكسير، ثلاثة احرف والاوسط ساكن. قناديل، نفس الكلام. مناديل، صحيح. عصافير، نفس الكلام. اذا شرط اذا كان بعد الالف ثلاثة احرف ان يكون الاوسط، يعني ان يكون الحرف الثاني منها ساكنا. ولذلك معنى هذه الكلمات، مثلا كلمة صيادلة جمع صيدلي، عباقرة جمع عبقري، مشارقة جمع مشرقي، مغاربة جمع مغربي. هذه الكلمات مصروفة أم ممنوعة من الصرف؟ ها؟ صيادلة، متحرك الحرف الثاني، متحرك. عباقرة، مشارقة، مغاربة، متحرك الحرف الثاني ده. اذا هذه الكلمات مصروفة لان اوسطها، يعني اوسط الثلاثة اللام والراء والقاف والباء، اوسطها متحرك. وصلت الفكرة؟ طيب جميل، تعال ننتقل سريعا الى الممنوع من الصرف لعلتين. الممنوع من الصرف لعلتين، الممنوع من الصرف لعلتين، اما ان يمنع من الصرف للوصفية مع علة اخرى او للعلمية مع علة اخرى. للوصفية مع علة اخرى او للعلمية مع علة اخرى. كيف استاذ؟ تعال. للعلتين احداهما الوصفية. وصفية يعني ان يكون وصفا ويكون مع ذلك عنده مشكلة اخرى. وصف وعنده مشكلة اخرى. طيب واحد، الوصفية، انظر، سنقول دائما الوصفية و الوصفية و الوصفية و زيادة الالف والنون. نعم. مثال: سكران، حيران، ظمآن. هو وصف، سكران وصف، حيران وصف، ظمآن وصف، وفيه مشكلة أخرى. ساكيرة، هذا الأصل، سين والكاف والراء، وآن الألف والنون زائدتان. حيارة أصل والألف والنون زائدتان. ظمئة أصل والألف والنون زائدتان. أفلام مستيقظة. طيب جميل، إذن الوصفية كونه وصفا ومع ذلك زيدت فيه الألف والنون. طيب الوصفية ووزن الفعل، ما معنى ووزن الفعل؟ ما معنى ووزن الفعل؟ الوصفية ووزن الفعل، وزن الفعل أن يكون وصفا وفي نفس الوقت يكون على وزن من أوزان الفعل. باختصار أن يكون على وزن أفعل. كأحسن، أكرم، أحمر، أخضر، أحور من الحور جمال العين، أحول، أعرج، كلها على وزن أفعل وكلها وصف، ممنوعة من الصرف، كلها ممنوعة من الصرف. طيب العلة الثالثة، الوصفية والعدل. العدل، ما معنى والعدل؟
عدل يعني العدل ضد الظلم؟ لا، الوصفية والعدل. عدل، العدل هنا بمعنى التعديل، بمعنى التغيير، بمعنى أن الكلمة تتغيرت من صورتها الأولى إلى صورة، عدلناها، غيرناها، بدلناها، فأصبحت من صورة إلى صورة. تعال يعني مثلا نقول الوصفية والعدل في العدد. مثلا في العدد عندي وزنان، مفعل وفعال، مفعل وفعال، مثنى، مثلث، مربع، ثناء، ثلاث، رباع، خماس، وهكذا. طيب أين المشكلة؟ مثنى يعني اثنان، وثلاث أو مثلث بمعنى ثلاثة. لا، مثنى يعني اثنان اثنان، ثلاث أو مثلث يعني ثلاثة ثلاثة، رباع يعني أربعة أربعة، خماس يعني خمسة خمسة. فبدلا من أن نقول جاء الضيوف اثنان اثنان، نقول جاء الضيوف مثنى، جاء الضيوف رباع، جاء الضيوف خماس. ما معنى هذا؟ يعني أنهم جاءوا ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة. فنحن عدلنا، بدلا من أن نستخدم كلمتين استخدمنا كلمة واحدة، وهو وصف، فدخلته الوصفية والعدل. وهذا سنجده في قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى. ما معنى مثنى؟ ما معنى مثنى؟ يعني أن الملك له زوجان من الأجنحة، اثنان هنا واثنان هنا، وثلاث يعني ثلاثة أزواج من الأجنحة، ثلاثة هنا وثلاثة هنا، ورباع، وهكذا. مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إلى أن نصل إلى جبريل 600 جناح. واضح؟ طيب جميل. العدل في غير العدد في كلمة واحدة، وهي كلمة أخر. فعدة من أيام أخر. أخر، أيام جمع تكسير، كان يجب أن نقول أيام أخريات، فبدلا من أن نقول أخريات عدلنا الكلمة لتكون على هذه الصورة، بدلا من أخريات قلنا أخر. فعدة من أيام أخر، لذلك فهذا ممنوع من الصرف، فهذا ممنوع من الصرف. طيب الآن انتهى الممنوع من الصرف لعلتين، إحداهما الوصفية، وبقي لنا الممنوع من الصرف لعلتين، إحداهما العلمية. ما معنى إحداهما العلمية؟ يعني سنقول في كل مرة العلمية و، العلمية و، العلمية و. إذن يبدو أن الكلام عن العلمية سيطول. نعم، الكلام عن العلمية سيطول. طيب فنقول العلمية وزيادة الألف والنون. نعم، علم وفي نهايته ألف ونون، مثل عثمان، عفان، رمضان، شعبان. طيب جميل. العلمية ووزن الفعل،
يعني على وزن افعل. لا، على وزن افعل فقط في اذا كان على وزن افعل فقط فهذا في الوصفيه، لكن في العالميه يمكن ان يكون على اكثر من وزن. كيف؟ احمد على وزن افعل، يزيد على وزن يفعل، يحيى على وزن يفعل، تغلب اسم القبيله، تغلب على وزن تفعل، تدمر مدينه في سوريا، تدمر على وزن تفعل، ابن يعيش، يعيش. جميل. اذا تاتي على شكل المضارع، احمد بمعنى على وزن افعل ويفعل ويفعل وتفعل وتفعل، اذا له صور شتى، العلميه ووزن الفعل. العلميه والتركيب، والتركيب المزجي، التركيب المزجي، التركيب المزجي، التركيب المزجي. ما معنى التركيب المزجي؟ التركيب في اللغة ثلاثة أنواع، التركيب في اللغة ثلاثة أنواع. الأول هو التركيب الإسنادي، وهذا الذي تكلمنا عنه في بداية كلامنا، الإسناد، وهو الجملة الجو حار مبتدأ وخبر، رجع سعيد فعل وفاعل، هذا تركيب إسنادي، يعني أسندنا الحكم إلى المحكوم عليه، أسندنا المسند إلى المسند إليه، أسندنا الخبر إلى المبتدأ، أسندنا الفعل إلى الفاعل، هذا اسمه تركيب إسنادي، هذا خرج. النوع الثاني من التركيب هو التركيب الإضافي. ما معنى التركيب الإضافي؟ يعني الأول يكون مضافا والثاني يكون مضافا إليه، يعني الأول يأخذ موقعه من الإعراب والثاني دائما مجرور لأنه مضاف إليه. جاء طالب العلم، رأيت طالب العلم، سعدت بطالب العلم. طالب ب تغير شكله، والعلم مضاف إليه دائما مجرور. إذن هذا النوع الثاني من التركيب. النوع الثالث من التركيب هو التركيب المزجي. مزجي، ما معنى مزجي؟ نعم، مزجي من كلمة مزجة، خلط. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا أخذنا كلمتين أو أكثر ومزجناهما، خلطناهما، إن صح التعبير ضربناهما في الخلاط وخرجت لنا كلمة واحدة. هذه الكلمة هي التي يظهر عليها الإعراب في آخرها. مثال ذلك بعلبك، بعلبك اسم مدينة في لبنان، أو كما ينطقها اللبنانيون فيقول بعلبك، بعلبك. بعلبك أصلها بعل وبك. جميل. حضرموت مدينة في اليمن وأصلها حضرموت، لكن حضرموت، ذهبت إلى حضرموت وهذه حضرموت ورأيت حضرموت. الإعراب يظهر على آخر الكلمة. جميل. سامراء، سامراء مدينة في العراق، سر من راء أصلها هكذا، سر من راء، ثم تغيرت الكلمة من سر من راء إلى سامراء. إذن فبعلبك كلمتان وسامراء أكثر من كلمتين، مزجت أو مزجتا أو مزجت الكلمات وصارت كلمة واحدة يظهر الإعراب في آخره. بسبب هذا المزج، بسبب هذا الخلط، بسبب تغيير شكل الكلمة، تمنع من الصرف إذا كانت علما. طيب، جميل. إذن العلمية وزيادة الألف والنون، العلمية ووزن الفعل، العلمية والتركيب، العلمية والتأنيث.
العلمية و العلمية والتأنيث. مثال فاطمة. نعم. زينب. نعم. حمزة. أستاذ أنت قلت التأنيث. نعم. حمزة مؤنث؟ لا، حمزة مذكر، لكن اللفظ مؤنث. وأنا مثلت بهذه الأمثلة الثلاث ليقول العلمية والتأنيث، سواء كان اللفظ مؤنثا ويحمل علامة التأنيث، أو كان مؤنثا ولا يحمل علامة التأنيث، أو كان مذكرا ولكن فيه علامة التأنيث. مثال حمزة، طلحة، عبيدة، معاوية، أسامة، كل هذا مذكر لكن فيه علامة التأنيث، فهو ممنوع من الصرف لأنه على صورة المؤنث. طيب فاطمة، فاطمة وعائشة وخديجة وزليخة، كل هذا فيه علامة التأنيث. طيب زينب مؤنث وليس فيه علامة التأنيث. هند مؤنث وليس فيه علامة التأنيث. كوثر مؤنث وليس فيه علامة التأنيث. جميل. فالعلم المؤنث يمنع من الصرف إلا استثناءنا، إلا الثلاثي ساكن الوسط. ثلاثي ساكن علم المؤنث ولكنه ثلاثي، يعني من ثلاثة أحرف وسطه ساكن. مثال هند ساكن، دعد ساكن، شمس ساكن، سعد علم على بنت جيد، نور، كل هذا يجوز فيه الصرف ويجوز فيه المنع من الصرف. يا أستاذ هذا علم مؤنث لكن لأنه ثلاثي ساكن الوسط فيجوز صرفه. ما معنى يجوز صرفه؟ يعني يمكن أن يبقى على المنع، جاءت هند، ويمكن أن يصرف تقول جاءت هند بالتنوين. طيب العلمية والعجمة، ما معنى العجمة؟ العجمة يعني أن تكون الكلمة غير عربية، ليست عربية، فتمنع من الصرف للعلمية والعجمة. كإبراهيم، إسماعيل، يعقوب، ستيوارت، أي كلمة أجنبية، كل هذا ممنوع من الصرف إلا استثناء نفس الكلام، إلا الثلاثي ساكن الوسط. مثال نوح، هود، لوط، جون، جاك، هول، وهكذا. هذا كله مصروف لأنه ثلاثي ساكن ساكن الوسط. طيب جميل. لذلك كل أسماء الأنبياء في القرآن، كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف إلا ستة أسماء: نوح، هود، لوط ثلاثي ساكن الوسط، شعيب عربي، وصالح عربي، ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب النقطة الأخيرة معنا في الممنوع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية، هي العلمية والعدل. ما معنى العدل؟ قلت قبل قليل العدل بمعنى التعديل والتغيير والتبديل. نعم. طيب جميل. العلمية والعدل، العلمية والعدل. العلمية والعدل يعني إذا أن يكون العلم على وزن فعل، أن يكون الوزن أو العلم على وزن فعل. ما معنى أن يكون على وزن فعل؟ انظر
عمر، زفر، قزح، أدد، هبل، كثير. لماذا يا أستاذ؟ أين العبد هنا؟ عمر وزن فعل. النحويون يقولون إن كلمة عمر أصلها عامر، وغيرنا بدلنا عدلنا من عامر إلى عمر. زفر، بدلنا من زفر من زافر إلى زفر. قزح، من قازح إلى قزح. أدد، من آدر إلى آد إلى أدد. هبل، من هابل إلى هبل، وهكذا. فالنحويون يقولون إن وزن فعل معدل من وزن فاعل، ولذلك بسبب هذا التعديل وبسبب هذا التغيير فإنه يمنع من الصرف. طيب جميل، هذه أسباب المنع من الصرف. نعم، كيف إعراب الممنوع من الصرف؟ قلنا قبل قليل ونحن نتكلم عن علامات الإعراب الفرعية، قلنا إن الممنوع من الصرف يرفع، والضمة علامة رفعه، وينصب ويجر، والفتحة علامة نصبه وعلامة جره. الممنوع من الصرف يرفع ويرفع، والضمة علامة رفعه، وينصب ويجر، والفتحة علامة نصبه وجره، ولكن له شرطان نكتبهما هنا لكي تستريحوا بعد هذه المحاضرة الدسمة. شروط إعراب الممنوع من الصرف: واحد، ألا يضاف، ألا يضاف. يعني تقول صليت في مساجد، في حرف الجر ومساجد اسم مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. طيب إذا أضفت في مساجد المدينة، لا، هنا لا تعرب هكذا، تقول في مساجد المدينة، تكسر. الشرط الثاني، ألا يحلى بأل. صليت في مساجد كبيرة، في مساجد. طيب إذا وضعت الألف واللام، صليت في المساجد الكبيرة. إذن الممنوع من الصرف يرفع، وتكون الضمة علامة رفعه، وينصب ويجر، وتكون الفتحة علامة نصبه وجره، بشرط ألا يضاف وألا يحل بأل. فإن أضيف أو حلي بأل أعرب إعراب المنصرف. انتبه من فضلك، لا أقول صرف، أقول أعرب إعراب المنصرف، لأنه على أي حال لا ينون. اتفقنا في البداية على أن الصرف هو التنوين، فإذا نقول صرف معناه أنه نون، لا، هو لم يصرف، هو لم يصرف، وإنما هو نون. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائنا اليوم. أرجو أن تكونوا قد أفدتم من هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.